السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم بعنوان: قياس الطول بوحدات غير مقننة، إذا أردنا قياس طول الغرفة التي أمامك ولم يكن لدينا اي اداه لقياس الطول كيف يمكنك قياس طولها يمكن استخدام القدم لقياس طول هذا الفصل من الحائط الاول الى نهايه الحائط المقابل له هيا نبدا بالقياس هيا نجرب واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته هكذا حتى نصل الى نهايه الفصل نعم انها خمسه عشر قدما يختلف الطول حسب طول القدم مع احمد ثلاث اقلام باطوال مختلفه قام بقياس طول احد الاقلام باستخدام المشبك الكبير وضع احمد المشبك الكبير على طرف القلم ثم بدا بالقياس واحد اثنان اذن طول القلم باستخدام المشبك الكبير يساوي اثنان من المشابك تقريبا ثم وضع المشبك الصغير وبدا بالقياس واحد اثنان ثلاثه اذا طول القلم باستخدام المشبك الصغير هو ثلاثه تقريبا في كل مره نقيس فيها الطول نبدا من الطرف بمحاذاه القلم حتى نهايته ساعد احمد لقياس باقي الاقلام نضع المشبك الكبير عند طرف القلم واحد اثنان ثلاثه اذا طول القلم ثلاث مشابك كبيره تقريبا ثم نضع المشبك الصغير عند طرف القلم واحد اثنان ثلاثه اربعه اذا طول القلم باستخدام المشابك الصغيره يساوي اربعه تقريبا هيا لنقيس القلم الاخر نضع المشبك الكبير عند طرف القلم واحد اثنان ثلاثه اربعه اذا طول القلم يساوي اربع مشابك كبيره تقريبا هيا نضع المشابك الصغيره عند طرف القلم واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه اذا طول القلم باستخدام المشابك الصغيره يساوي خمسه تقريبا سنستخدم وحدات اخرى لقياس الطول كالمكعب التركيبي والقلم والممحى وعرض الاصبع سوف نقيس طول غلاف الكتاب باستخدام هذه الوحدات ساستخدم اولا المكعب التركيبي هيا نجرب سابدا من طرف الكتاب حتى نهايته هيا نضع المكعبات التركيبيه معا واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره احدى عشر اثنى عشر ثلاثه عشر اذا طول الكتاب يساوي ثلاثه عشر مكعب تركيبي تقريبا ساستخدم وسيله اخرى مثل الممحاه لقياس طول غلاف الكتاب باستخدام الممحاه هي نجرب معا واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه ستة حتى نصل إلى نهاية الكتاب إذا طول غلاف الكتاب يساوي ستة ممحاة. سوف أستخدم شيء آخر من الغرفة كالطاولة مثلا سوف أقوم بقياس عرض الطاولة باستخدام الأقلام هيا نجرب معا سأضع الأقلام من طرف الطاولة حتى نهايتها واحد اثنان ثلاثة أربعة إذا عرض الطاولة يساوي أربع أقلام تقريبا الآن سأجرب وسيلة أخرى للقياس مثل الممحاة سأضع الممحاة من طرف الطاولة حتى نهايتها هيا نجرب معا واحد اثنان، ثلاثة، هكذا حتى نهاية الطاولة، إذن عرض الطاولة يساوي عشر ممحات تقريبًا. هناك وحدات قياس أخرى لقياس الطول؛ كالقدم، والشبر، والذراع، والخطوة، وعرض الإصبع. سنقيس طول الحبل باستخدام الوحدات السابقة سنقيس الحبل باستخدام الذراع إذا طول الحبل يساوي أثنان من الذراع سنجرب ونقيس الحبل مرة أخرى باستخدام الشبر نبدأ من طرف الحبل حتى نهايته واحد اثنان ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، إذاً طول الحبل يساوي ست أشبار تقريباً. هيا نجرب نقيس القلم باستخدام الوحدة، هيا نعد معاً واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، إذاً طول القلم يساوي ست وحدات تقريباً. هيا جرب وقص الفصلك أو الغرفة التي تجلس بها باستخدام الخطوة الكاملة. هيا جرب معنا. ماذا تعلمنا من درس اليوم؟ تعلمنا أن هناك وحدات يمكن استخدامها لقياس الطول مثل المكعب التركيبي، قلم رصاص، والممحاة. وأيضًا يمكن أن نستخدم القدم، الشبر، الذراع، الخطوة الكاملة، وعرض الإصبع، ويختلف من شخص إلى آخر. هل فهمت درس اليوم يا شاطر؟ هيا افتح الكتاب صفحة 139. ساعد أحمد في قياس طول باقي الأقلام. ثم انتقل إلى صفحة 140 قس أشياء من حولك باستخدام الوحدات المختلفة إذا انتهيت انتقل إلى صفحة 141 عين طول الحبل مرة باستخدام الشبر ومرة أخرى باستخدام الذراع هيا أكمل قم بقياس طول القلم باستخدام الوحدات شكرا لكم